مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من صدى أقلام، نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. في صدى الأقلام لهذا اليوم، البداية ستكون من صحيفة المدى، ونقرأ فيها تقريرا بعنوان سجون طاقتها 30,000 سجين والمحكومون تجاوزوا 100,000. دعا رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق فضل الغراوي الثلاثاء إلى إنشاء مدينة إصلاحية لمعالجة ملف اكتظاظ السجناء والموقوفين، فيما بين أن عدد المسجونين يصل إلى 100,000 سجين، وهو ما يشكل نسبة 300% من الطاقة الاستيعابية لبعض السجون وأماكن الاحتجاز. نتابع المزيد. أغلب السجون ومراكز الاحتجاز تعاني من مشكلة الاكتظاظ، حيث بلغت النسبة في بعض منها إلى 300%، مبيناً أن عدد السجناء والموقوفين في السجون ومراكز الاحتجاز كافة يصل إلى 100,000 سجين وموقوف، وهذا رقم يفوق بشكل كبير الطاقة الاستيعابية للسجون ومراكز الاحتجاز. وأضاف أن أغلب البنى التحتية لهذه السجون قديمة جداً ومصممة لاستقبال 30,000 سجين وموقوف، في حين أن عدد السجناء والموقوفين الآن يفوق الطاقة الاستيعابية لهذه السجون ومراكز الاحتجاز. الاكتظاظ أدى إلى انتشار أمراض صدرية والجرب واضطرار الإدارة السجنية إلى إيداع السجناء والموقوفين من أصحاب الجرائم البسيطة مع أصحاب الجرائم الخطيرة، وأهم مثال لذلك إيداع المتعاطين مع تجار المخدرات. الآن نذهب إياكم إلى صحيفة صوت العراق، ونقرأ منها مقالا بعنوان وماذا عن كشف قتلة شهداء انتفاضة تشرين للكاتب مهدي قاسم. يقول قاسم في مقاله إن أتباع النظام الإيراني في العراق لا يكفون منذ 3 سنوات عن المطالبة بالكشف عن نتائج اغتيال الإيراني سليماني وأبو مهدي المهندس. ويضيف الكاتب إن هذا الإلحاح والمطالبة الدائمة والمكررة تدفعنا إلى السؤال أو التساؤل عن مقتل مئات من المتظاهرين التشرينيين بحدود 800 شخص قد قتلوا على أيدي الملثمين الميليشياويين، فضلا عن اختفاء وتغييب عدد آخر من المتظاهرين. نتابع وإياكم المزيد. فهل من المعقول والمنطقي أن اعتبار شخصين فقط، أحدهما أجنبي، أفضل من 800 عراقي وأكثر قيمة وأهمية منهم، علما أن قتلة الجنرال سليماني وأبو مهدي المهندس باتوا معروفين بعد ساعات على مرور مقتلهم، من حيث إدارة ترامب السابقة أعلنت تبنيها لعملية الاغتيال، بينما جرت عملية تستر تام على عملية قتل واغتيال مئات من المتظاهرين التشرينيين، وغض النظر النهائي عن كشف القتلة المتورطين بهذه المجزرة الجماعية بحق المتظاهرين، وكذلك عن إزاحة الستار عن الذين حرضوا ووفروا الخلفية اللوجستية لتنفيذ عملية القتل الجماعية. تصوروا، فالجنرال سليماني أفضل وأكثر أهمية وقيمة عند هؤلاء التبعيين من حياة 800 متظاهر عراقي، وهكذا نرى أن العميل الخدوم والتابع الذليل المغسول الدماغ ومقشور الضمير الوطني يبقى يفضل أسياده ومصالحهم على أبناء وطنه دائما وأبدا وفي كل الظروف والأوضاع. ولكن كيف لنا أن نطالب ممن كانوا ضالعين أصلاً في عمليات قتل المتظاهرين بالكشف عن وجوه وأسماء القتلة وهم شركاء معهم في ارتكاب المجزرة الجماعية؟ وإلى موقع كتابات، ونقرأ فيه مقالاً للكاتب صادق غانم الأسدي بعنوان العطل الرسمية نخرت جسد التعليم في العراق. جاء فيه هذه العطل والتراخي في غياب الطلبة عن ساحة العلم يشتت أفكار الطلبة عن التسلسل العلمي، كون الدراسة تحتاج إلى مواكبة ومتابعة مستمرة دون انقطاع
لتكتمل الصورة العلمية لدى الطلبة، مع العلم إن دوام المدارس 5 أيام في الأسبوع تتخللها العطل المستمرة، وهذا لا يجدي نفعاً في مواكبة التطور العلمي والارتقاء بمستوى التعليم، وبعض المدارس مكتظة بأعداد الطلبة. كما أن العطل لها جانب سيء أيضاً في خلق فجوة كبيرة في عدم أو على عدم استمرارية الدوام بشكل منتظم، كما تخلق حالة التراخي والترهل عند الكثير من الطلبة. ثم بعد ذلك يلتجئ معظم الطلبة إلى الدروس الخصوصية التي تشكل أعباء كبيرة على أولياء الطلبة من الناحية المادية. من خلال متابعتي واتصالي المستمر ببعض كوادر التعليم المخلصين في عملهم، إنهم يشكون كثرة العطل الرسمية، وهي تلقي بظلالها السلبي والضار على الجانب العلمي للطلبة، بحيث لا يستطيع المدرس من إكمال المنهج المقرر له في الفترة المحددة، فيضطر إلى الإسراع في تقديم المعلومات والشروحات بفترة زمنية قصيرة ومكثفة تعويضاً لأيام العطل، مما يؤثر على فهم واستيعاب الطلبة وعزوفهم في تقبل المعلومة وتسلسلها الفكري ومواكبتهم للتدرج العلمي في التحضير والمذاكرة، كون الضغط متواصل في تقديم المنهج على عقول الطلبة. شهدنا في الأيام الماضية الكثير من العطل، سواء كانت لظروف يمر بها البلد من انتخابات أو تقلبات جوية، خاصة في فصل الشتاء، وأصبح عند عامة الناس وخصوصاً طلاب المدارس أن كل حالة مطرية يعطل فيها الدوام في الوقت الذي لا يستوجب ذلك، لأنها لم تكن حالة مطرية شديدة تنهار فيها طرق المواصلات وتصاب الحياة في شلل تام، مجرد أن نشهد زخات مطر خفيفة يتناقل عامة الناس عطلة رسمية، وتشجع وزارة التربية على ذلك. ولم تشهد البلاد خلال هذا العام حالة مطرية أو عواصف تستوجب تعطيل المدارس، إضافة إلى العطل والمناسبات الدينية لأيام معدودة. ولا يختلف الأمر حينما تصادف مناسبة وطنية يتغيب الطلبة بعدها وقبلها. نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تقريراً تحدثت فيه عن التحديات الإنسانية العالمية المستمرة والنزاعات التي قد تتفاقم في عدة دول خلال سنة 2024. وقالت الصحيفة في تقريرها إن سنة 2023 كانت سنة قاتمة، فقد وصل الهجوم المضاد الطاحن في أوكرانيا ضد الغزو الروسي إلى طريق مسدود. وفي الشرق الأوسط تفجر الصراع المستمر منذ عقود من الزمن، ليتحول إلى حرب غير مسبوقة وعالية الحد في قطاع غزة، حيث طرد جزء كبير من سكان القطاع من منازلهم، وقتل ما يزيد عن 20,000 فلسطيني في غضون أسابيع، ويعاني ربع سكان غزة الجوع، وذلك حسب الأمم المتحدة التي حذرت من أن خطر المجاعة في المنطقة يتزايد يوماً بعد الآخر. هذه السنة من المحتمل أن تكون الأكثر سخونة على الإطلاق، حيث تجتاح موجات الحر كل القارات مصحوبة بأحداث مناخية متطرفة أخرى. وذكرت الصحيفة أن هناك الكثير من الأمور التي يمكن أن تسوء في سنة 2024، والعديد من الأزمات التي ستزداد سوءاً. فالحرب في غزة تصل إلى نقطة تحول خطيرة، في حين تعهد المسؤولون الإسرائيليون بحملة عسكرية طويلة، فإن القتال الحالي يدفع سكان غزة البالغ عددهم 2,200,000 نسمة إلى حافة الهوية. وتعد إفريقيا موطناً للجزء الأكبر من النقاط الساخنة المحتملة الأخرى حسب لجنة الإنقاذ الدولية، وتندرج 3 دول من حزام الانقلابات في غرب إفريقيا، الدول التي يقودها المجلس العسكري في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، جميعها في التصنيف.
كما أصبحت قدرة واشنطن على تمويل كييف موضع شك ناهيك عن قدرتها على إرسال أسلحتها إلى مناطق أزمات لا تعد ولا تحصى، بدءا من الصومال وصولا إلى أفغانستان وهايتي التي تهيمن عليها العصابات والتي تتأرجح على حافة الانهيار. ميانمار تتجه نحو مرحلة جديدة من الصراع، تتسم بنظام ضعيف ولكنه لا يزال خطيراً، إلى جانب المزيد من العنف وانعدام اليقين. نشر موقع فوكس الأمريكي تقريراً تحدث فيه عن الاتهام الذي وجهته جنوب أفريقيا لدولة الاحتلال الإسرائيلي بالإبادة الجماعية في القضية التي تقدمت بها إلى المحكمة الدولية بلاهاي، حيث تحمل هذه الخطوة دلالات سياسية داخلية وخارجية تعكس تضامن جنوب أفريقيا مع القضية الفلسطينية ورغبتها في تحدي النظام الدولي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة، وأنها تعده غير عادل للمصالح الأفريقية وغير الغربية. وقال الموقع في تقريره إن حكومة جنوب أفريقيا اتخذت موقفها الأكثر صرامة حتى الآن ضد حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة، واتهمت دولة الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قضية جديدة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي. جنوب أفريقيا رفعت القضية الجمعة وطلبت من محكمة العدل الدولية أن تأمر دولة الاحتلال الإسرائيلي بوقف هجومها في غزة على الفور، في حين أن طلب جنوب أفريقيا قد لا يؤثر على نتيجة الحرب بأي طريقة ذات معنى، إلا أنه يعتمد على العلاقات طويلة الأمد بين نضال التحرير الذي خاضه السود في جنوب أفريقيا ونضال الشعب الفلسطيني. كذلك يشير إلى رغبة البلاد في تحدي النظام الدولي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة والذي تعتبره غير عادل للمصالح الإفريقية وغير الغربية. وذكر الموقع نفسه أن الطلب المؤلف من 84 صفحة ينص على أن الأفعال والتقصيرات التي قامت بها دولة الاحتلال الإسرائيلي والتي اشتكت منها جنوب أفريقيا هي إبادة جماعية في طابعها، لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير من المجموعة الوطنية والعنصرية والإثنية الفلسطينية في انتهاك لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 1948. الآن نتابع وإياكم الكاريكاتير. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيدة ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. تواصلت المظاهرات الشعبية حول العالم للمطالبة بوقف فوري ودائم للعدوان الإسرائيلي المتواصل ضد قطاع غزة، وبلغت تلك المظاهرات ذروتها في العاصمة الإندونيسية جاكرتا،
حيث احتشد آلاف المحتجين أمام السفارة الأمريكية هناك تنديدا بدعم واشنطن للعدوان الإسرائيلي. ومن جاكرتا إلى العاصمة التونسية تونس، حيث المطالب والمواقف المنددة بالعدوان الإسرائيلي وداعميه واحدة، كما تردد صداها أيضا في العاصمة الفرنسية باريس والبلجيكية بروكسل مرورا بهولندا. سبقتها مظاهرات للغرض نفسه أمس في بريطانيا وإسبانيا وحتى مدينة نيويورك الأمريكية، داعية إلى وقف فوري للعدوان بحق قطاع غزة. الآن نتابع وإياكم فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. مسألة إنه أنا يا ريت كنت معاهم حصلت الأربع دقائق خمس دقائق، ولا إني أنا يعني أفضل هيك عايش. الوحدة صعبة والفراق صعب. فتفاجأت إنه أنا وأنا جاي ولسه أنا ماشي وصوت الانفجار وصوت الحجار والشظايا اللي بتتساقط، وأنا نازل على بيتي خوفاً على أطفالي من الهلع، وما كنت بتصور للحظة واحدة أن يكون هو بيتي المستهدف. بقي تحت الركام فادي، ابن فادي وابن احمد وزوجة فادي وبنت فادي وبنت بنتي. خيمة هذه انا يعني جيت حطيتها وبنيتها وبقعد وبنام فيها، بتأمل من الله عز وجل إنه ممكن أنا أسمع صوت صراخ. يعني أنا لما بشوف بس ماشي على الركام وعلى الهذا بأتصور إنه هذه البس رايحة على شيء حي أو على شيء ميت أو على شيء، فبتلاقيني بمشي وراها بلاقي قطع من اللحم اللي أنا بلاقيه في تحت الركام وباخده وبلمه وبدفنه. الله يرحمهم. إنا لله. هذا الألم المتواصل نصل وإياكم إلى ختام حلقة صدى الأقلام لهذا اليوم. ظلوا في عناية الله.